أرض الرياض هنا في درة الملاعب، استاد الملك فهد الدولي الذي سيكون مسرحا للنهائي الكبير بين قطبي كرة القدم العالمية ريال مدريد وبرشلونة على كأس السوبر الإسباني. كبيرة جدا تسبق انطلاقة هذه المباراة في استاد الملك فهد الدولي الذي يستضيف هذه القمة. برشلونة النادي الأكثر تتويجا والسنوات الناقلة لأحداث هذه المباراة، والذي يمكن أن تشاهده هي ألقاب مع الفريق الملكي، وهذا رقم كبير جدا ليكون بعد ذلك ثالث أكثر المدربين تتويجا بالألقاب مع ريال مدريد. الكرة الطويلة داخل منطقة الجزاء وفرصة، لكنها مرت أمام أراوخو، أمام أراوخو، كانت قريبة وخطيرة لمصاعة برشلونة. أول مبكر يزعزع في الثقة ويقدر يلعب الكرة الأمامية، تصل بعد ذلك إلى ليفاندوفسكي، تسديدة وكرة وفرصة، يا إلهي غير معقول يا برشلونة، يا الله كم كانت جميلة، حلوة من ليفا، الضربة في القائم والثانية بعيدة يا بالدي، لكن غافي 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 يا جماعة، يبحث عن كرة أمامية خطيرة بالرأس لكن عالية، جميلة من ليفاندوفسكي، أول تهديد أو ثاني تهديد البارسا، نعم ثاني تهديد الميدان بكرة أمامية، روديجر يكسب الخطأ، ديمبلي، خطأ لديمبلي من توني كروس إلى فينيسيوس، خرجت إلى رمية جانبية لمصاعة برشلونة، رمية جانبية لبرشلونة، طبعا اصطدمت في الدفاع يحاول استعادتها، خطأ على مودريتش، الكرة العرضية خطيرة بالرأس، يا الله جميلة من ميندي، راسية كريم، عدى ريال مدريد عند الثقة وعند ردة الفعل وعند الشخصية وعند الخبرة وعند أشياء كثيرة مهمة جدا في حارس المرمى، الأمر اليد الكرة والبحث عن التحدي مع راوخو في المرور، عدى مرة دفاع إلى بالدي بكرة لكن عدت، يا الله خطيرة اللقطة الماضية، الراية كريستيانو واليوم، الكرة بعيدة تحولت إلى ركنية لمصاعة برشلونة، ركنية لبرشلونة من الأول، ديبلي بتمريرة أمامية خطيرة بعيد عن الكيوس، إبعاد كل الكرات، الخطر عن أمام ديمبلي، استعادها بوسكيتس، الخطأ احتسب حكم مباراة لكامافينجا، شوفها في أكثر من مكان، تحركات دايلوكا، مودريتش حلوة لكريم، كريم مرة ما بتير سيجن تغطية فيها تسلل، نعم كان في شك بصراحة وجود تسلل على كريم في اللقطة الماضية، لمسة مودريتش كان في تسلل على لوكا أو على كريم في اللقطة الماضية، فحاول ما أكثر من لاعب، الكثرة غلبت الشجاعة، يصلي على جهة اليمين بكرة عرضية خطيرة، لكن الدفاع بسهم وشخصيتهم في مثل هذا النوع من المباريات، خرح أمام ميندي، مرة ديمبلي لكن التغطية والإشارة بوجود خطأ، نعم لمصاعة ديمبلي وإنذار أول بطاقة صفراء، راح يعاني كثير اليوم ميندي، ميندي 30 دقيقة لعب في النهائي، كرة عرضية خطيرة لكن الإبعاد من الدفاع على مرتين، كارفاخال صافرة من الحكم بالسلامة لروديك إلى ليفاندوفسكي وغافي وحسم يا برسا، غافي 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 الحلم، غافي يا جافي وحسم لبرشلونة، الله 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 يا بلاو جرانا، هدف أول لبرشلونة بروعة كبيرة يا غافي، روعة 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 يا غافي، لقطة ثانية للبرسا بتمريرة بكرة بروعة، الله يا بلاو جرانا،